السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأكارم إلى حصاد الليلة. ونستهل الحصاد بأبرز العناوين. منتخبنا الوطني في رحلة إلى البرازيل للمشاركة في المونديال، وغلاء المعيشة تنتظر أنصار الخضر في بلاد سامبا. المتسولون الأفارقة يزاحمون فقراء الجزائر في الحصول على الصدقات وينتزعون عطف المحسنين. ارتفاع أسعار الخضر والفواكه قبل أيام من حلول شهر رمضان وتزايد استيراد اللحوم الحمراء يثير القلق. وتتابعون في الحصاد بحيرة وادي يوسف مقصد شباب تيار للترفيه عن النفس في عز الصيف. أهلا بكم من جديد إلى تفاصيل، وبداية الحصاد بالحدث الرياضي. منتخبنا الوطني لكرة القدم يتوجه الليلة إلى البرازيل تحسبا للحدث الكروي كأس العالم 2014. الخضر في طريق إلى مدينة سوروكابا حاملين معهم آمال وأحلام وطموحات الشعب الجزائري والعربي أيضا، بما أنهم الممثل الوحيد في بلاد سامبا. ورقة عن رحلة الأفناك إلى أدغال الأمازون مع محمود حيمر. كيف لكم أن تزرعوا البسمة في وجوه أكثر من 35 مليون جزائري يتنفسون كرة القدم؟ 200 مليون عربي ينتظرون تألقكم وإبداعاتكم يا رفقاء فغولي لاستعادة هيبة الكرة العربية المفقودة. كيف لا وأنتم ممثلو العرب من المحيط إلى الخليج في أكبر عرس كروي عالمي؟ هل سيكون الأفناك في مستوى الحدث العالمي؟ كلها أسئلة تراود المناصر الجزائري قبيل أيام عن موقعة البرازيل. فبحلول الساعة 11 ليلا ستكون وجهة المنتخب الوطني الجزائري البرازيل، حيث سيحط الرحال بمطار كامبيناس بمدينة سوروكابا صبيحة الأحد، وبعدها الدخول في جو التحضيرات الأخيرة بمركز أرسي سبورت قبل أول اختبار أمام المنتخب البلجيكي يوم 17 جوان ضمن منافسات دور المجموعات. ففي آخر مبارتين وديتين فاز الخضر بالأداء والنتيجة ضد المنتخبين الأرمني والروماني، علقت الجماهير الجزائرية آمالا كبيرة على رفقاء الوافد الجديد نبيل بن طالب لخطف ورقة التأهل إلى الدور الثاني. المنتخب الوطني للمرة الثانية على التوالي يخوض منافسات المونديال كممثل وحيد للعرب، فهل سيرفع محاربو الصحراء التحدي ويزرعون الفرح في قلوب الجزائريين المتلهفين للخروج إلى الساحات والشوارع عقب كل فوز؟ فكيف سيكون رد فعل الجزائريين خصوصا والعرب عموما لو تأهلنا إلى الدور الثاني؟ إذن وجهة المنتخب إلى مدينة سوروكابا التي تفتح ذراعيها لاستقبال الخضر، بالضبط بالمركز الرياضي العالمي للمدينة الذي بني خصيصا لاستقبال وفد الأفناك. نظرة عن مدينة سوروكابا ومركزها الرياضي في تقرير كمال مهوي. مدينة سوروكابا البرازيلية القريبة من الساحل الشرقي لأمريكا اللاتينية تفتح ذراعيها لمنتخبين الوطني لكرة القدم. تبعد سوروكابا بثمانين كيلومترا عن العاصمة الاقتصادية ساو باولو، وتعتبر تابعة لها إداريا، وتنقسم إلى 449 بلدية ترتفع عن سطح البحر ب 600 متر، ويسكنها أزيد من 600 ألف نسمة يتحدث أهلها اللغة البرتغالية كسائر البرازيليين. وقد اختار الخضر هذه المدينة للإقامة خلال فعاليات مونديال كأس العالم، وبالضبط بمركز سوروكابا للرياضة العالمي أرسي سبورت الذي شيد خصيصا لاحتضان محاربي الصحراء. يتميز هذا المركز بهدوئه الكبير مما سيسمح للاعبين بالتركيز على المباريات فقط، بالإضافة إلى حيازته على أربع ملاعب معشوشبة طبيعيا وضعت تحت تصرف أشبال الناخب الوطني وحيد حليلوزيتش، كما يتوفر على غرف ملائمة مجهزة بكل وسائل الراحة. واختار حليلوزيتش جناحا خاصا به مزودا بطاولة للاجتماع بطاقمه الفني، هذا وخصصت الجهات الأمنية حراسة مشددة على مركز الخضر حتى يكونوا آمنين طيلة فترة تواجدهم في سوروكابا. ويأمل الجزائريون أن يكون مركز أرسي سبورت ومدينة سوروكابا فأل خير على رفاق مجيد بوغرة للمرور إلى الدور الثاني لكأس العالم.
قام سفير الجزائر بالبرازيل جمال الدين بن عوم اليوم بزيارة لمركز إقامة المنتخب الوطني بسوروكابا للوقوف على مدى جاهزية المركز لاحتضان الخضر خلال الساعات القادمة، حيث أكد لتلفزيون النهار على أن كل الظروف مهيئة لاستقبال المنتخب الوطني الجزائري. تفاصيل أكثر مع بعثة النهار إلى البرازيل فتح بوشعنان وحمزة راشد وأمين طهاري. كل شيء الآن اليوم مهيئ لاستقبال الفريق الوطني، كل الظروف مهيئة لأن يكون في هذا المركز في تدريباته وفي الأكل وفي الإقامة، كل مهيئ لراحته ولأن يكون تكون تدريبات في أحسن ما يرام. إذن مشاهدينا كما تبعتم هذه تصريحات السفير الجزائري بالبرازيل الذي قام بزيارة تفقدية لمركز سوروكابا اليوم رفقة وفد من الفيفا. السفير أكد أن وفد الفيفا راضي تمام الرضا على 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 المنشأة وعلى المركز الذي كان في البداية بعض التخوفات حول جاهزيته قبل انطلاق المونديال. إذا خلاص القول أن المنتخب الوطني سيكون في مأمن في هذا المركز، موفر له كل الظروف. من داخل مركز سوروكابا فتح بوشعنان تلفزيون النهار. ومن جهته كذلك دفع جهيد زفزاف نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على اختيار الجزائر لمركز سوروكابا من خلال تأكيده على أن الهدف الأساسي من هذا الاختيار اختيار المركز هذا بالضبط عوض الإقامة في فندق 5 نجوم هو ضمان التحضير الجيد للمنتخب وما يوفره هذا المركز العالمي. ما كان حتى واحد يقول لك باللي هذا مركز يقدر يبابريتي اون ايكيب ناسيونال، وحنا الهدف ماشي باه تكون في نزل 5 نجوم والله، حنا الهدف هو تكون الفريق يشغل في مكان اللي توفر فيه كل شروط العمل، هذا هو الاخر. بقى مشكل الانفراستركتور ساهل، يعني قلنا 6 شهور درنا دفتر شروط، درنا ورقه الطريق، تبعناها ووصلنا لها. صرح صخرة دفاع المنتخب الوطني مجيد بوغرة بأنه لا وجود لأي مشاكل داخل بيت المنتخب الوطني بين المدرب حليلوزيتش واللاعبين، معتبرا بذلك أن تشكيلة محاربي الصحراء هي بمثابة عائلة واحدة، مؤكدا في الوقت نفسه تأجيل حسم مستقبله إلى ما بعد المونديال. Je suis pas ici pour créer des polémiques ou faire comme ça. Il y a rien. On est une famille. Il y a rien du tout. Ce qui se passe à l'extérieur, là, ça nous atteint pas. On est une famille. Il y a plusieurs clubs, que ce soit en Turquie, en Angleterre ou dans le Golfe. Donc il y a plusieurs projets qui m'ont été proposés. Donc on va voir si je retourne en Europe ou ailleurs. Mais en tout cas, rien n'est décidé jusqu'à la Coupe du Monde. عودة إلى البرازيل، حيث عبر السفير الفلسطيني هناك إبراهيم زبن على فخر الجالية الجزائرية والمسلمة في بلاد الصامبا بتواجد المنتخب الجزائري كممثل للعرب في هذه المنافسة العالمية، مشيرا إلى أن الخضر سيحظون بدعم الجالية الفلسطينية والعربية المتواجدة في أمريكا الجنوبية كونهم المنتخب الوحيد الحامل لراية العرب في أقوى وأكبر منافسة عالمية. في لقاءاتنا مع الجالية العربية، الجالية العربية سعيدة جدا. أولا أنه فريق عربي يتأهل لكأس العالم، هذا شيء غير عادي، وكشيء غير عادي بشكل لنا فرحة كبيرة، يعني بيرفع معنويات هذه الجالية الموجودة على هذه البقعة من الأرض. والصحيح أنه صدى هذا الموضوع مش في البرازيل لوحده، يعني سمعنا أيضا من جاليات عديدة في أكثر من بلد في أمريكا اللاتينية، واللي راح يجوا يحضروا ويشاركوا ويشاركون هذه الفرحة. تنتظر أنصار المنتخب الوطني مفاجآت عديدة بالبرازيل، بداية بمظاهرة الطبقة الفقيرة ضد فشل الإصلاحات بالبلاد وصولا إلى غلاء المعيشة من طعام ونقل وإيجار مقارنة بالأسعار في بلادنا. تكلفة المعيشة البسيطة في البرازيل في تقرير محمد شوقي علاك. أوكي مي بيسا ميو بولسو هوخي ألو جويل كومير فورا ترانسبور وإستاسيوناميتو. ما الذي سيثقل جيبي اليوم؟ الإيجار،
الأكل في الخارج، النقل، أم مواقف السيارات، هو الشعار الذي رفعه بعض البرازيليين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا بغلاء المعيشة وارتفاع التكاليف ببلاد الصامبا، بينما اختار آخرون خروج للشوارع والاحتجاج أياما قبيل بداية العرس الكروي العالمي. مظاهرات سجلت فيها مواجهات عنيفة في كل من مدينة ساو باولو، ريو دي جانيرو، بورتو أليغري، ناتال وميسيو، ندد فيها المتظاهرون بالفوارق الطبقية التي تعيشها البلاد وعدم نجاح النمو الاقتصادي في توفير شروط العيش الكريم للبرازيليين. الأسعار هنا ترتفع أكثر من معدلات التضخم، والناس فهموا بأن التغيير لابد منه، والتغيير سيأتي بالاحتجاج، فهو السبيل الوحيد. مناصرو المنتخب الوطني سيكونون على موعد مع ارتفاع فاحش في الأسعار وغلاء المعيشة، فسعر وجبة متواضعة من ساندويتش تقدر ما بين 5 إلى 10 يورو، أي ما يعادل 600 إلى 1200 دينار. كما سيكون المناصر الجزائري مرغما على اقتناء المياه المعدنية لتجنب الأمراض، والتي تقدر ب 0.64 يورو، أي ما يعادل 70 دينارا جزائريا للعبوة الواحدة. كما يقدر سعر الدقيقة الواحدة من المكالمات الهاتفية الداخلية بواسطة النقال 0.54 يورو، أي أكثر من 60 دينار. النقل هو اللعنة الحقيقية في البرازيل، حيث يتطلب التنقل بضع كيلومترات عدة ساعات، بينما كلفته يحسب لها ألف حساب. فسعر تذكرة الحافلة تقدر ب 0.88 يورو، أي ما يعادل 95 دينار. أما كلفة سيارة الأجرة فتقدر ب 0.77 يورو للكيلومتر الواحد، أي ما يعادل 85 دينار. صعوبات أكيد أنها ستهون أمام حب المناصر الجزائري لمنتخبه وولعه بكرة القدم. الأكيد أن أنصار المنتخب الوطني سيجدون بديل هناك في البرازيل لكل هذه الصعوبات. إذن نطوي صفحة الأخبار الرياضية ونتجه إلى الشأن التربوي. تسود توقعات إذن حول تجاوز نسبة النجاح في شهادة بكالوريا 2014 عتبة 50% مع الظروف الجيدة التي جرى فيها امتحان هذا الامتحان الرسمي، كذلك انحصار ظاهرة الغش الجماعي التي عصفت بالقطاع الموسم الماضي. تقرير كمال جفال. بإسدال السيطار على شهادة البكالوريا لدورة جوان 2014 التي مرت في ظروف حسنة، ضبطت الأسرة التربوية عقارب ساعتها على موعد انطلاق عمليات التصحيح، فالإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية ساهمت بشكل كبير في عدم تكرار سيناريو بكالوريا 2013، ما جعل المختصين والمتتبعين للشأن التربوي يتوقعون أن تكون نسبة النجاح مرتفعة. ما رأيناه عند التلاميذ يعني لما خرجوا من الأقسام فرحين مسرورين بالأسئلة التي كانت في متناولهم ستساعد من ارتفاع النتيجة أحسن من السنة الماضية، وربما نقدرها بأكثر من 50%. بساطة أسئلة الامتحانات في جميع الشعب والتي لم تخرج في مجملها عن العتبة المحددة جعل الرهان متعلقاً بمدى تحضير التلاميذ لهذا الامتحان الذي قد يكون أكثر مصداقية من سابقيها. المواضيع كانت ضمن المقررات السنوية، والشيء اللي لاحظوه الأساتذة داخل مراكز إجراء الامتحانات أنها مرت في ظروف هادئة رغم وجود بعض النقائص. وفي انتظار انطلاق عملية التصحيح يبقى سوسبانس إعلان النتائج الرسمية هو المسيطر على يوميات التلاميذ وعائلاتهم، فهل سترجع بكالوريا الجزائر هيبتها ومصداقيتها؟ إلى النشاط الوزاري، حيث رفض وزير الأشغال العمومية عبد القادر القاضي خلال زيارته لقسنطينة اليوم إعطاء تكلفة صيانة طريق السيار شرق غرب، مؤكدا أن الوزارة ستستقبل الشركات المسؤولة على الإنجاز لتقييم التكلفة. التغطية لعبد الجليل الحنديس. أنا ما تقتنيش التكلفة، ما دخلكمش في التكلفة. كاين مشاكل تقنية اللي راهي في طريق الحلول نتاعها، خطر وين كاين مشاكل؟ كاين شركات وعندها تاني هي حق تدخل باش مازال ما استقبلناهمش. نهار اللي نديروا لا ريسبسيون ديفينيتيف فيها تكلفة. على كل الصحافة يعني من حقها معرفة التكلفة. كما انتقد إذن الوزير تتبع الصحافة الجزائرية لنقائص طريق سريع شرق غرب.
عدوا تقعدوا تتبعوا لنا في هذا، ما تشوفوش هذا المشروع هذا تقولوا لنا غير الحوايج اللي ماشي مليحه. ربي يهديكم ويهدينا، ربي يهديكم. إذن على الوزير معرفة وعلى الصحافة يعني معرفة كل صغيرة وكبيرة، والصحافة كذلك تعتبر كمعيار هكذا لتقييم مختلف البرامج في الجزائر وكذلك كأداة للرقابة. نعم. إلى وزير الاتصال حميد جرين الذي أكد أن اليوم أن أثناء إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول مكانة اللغة الأمازيغية في كل من الإعلام، الاتصال اللغات واللسانيات الذي تنظمه المحافظة السامية للأمازيغية ببلدية عزازكا بولاية تيزي وزو أكد على وجوبية تكفل باللغة الأمازيغية في وسائل الإعلام، وهذا بصفة شاملة تضمن ارتقاءها بكل مقوماتها اللغوية والثقافية. تفاصيل أكثر مع حسن زيزي. احنا نرسمو في لاريتي تاع اللي درناه باش نعينو ونصبو لجنه الصحافه، اللجنه المؤقته للصحافه المكتوبه، وعيننا بعض الصحفيين وكذلك اطارات من وزاره العمل ووزارة اتصال، وهذه اللجنة المؤقتة عندها وظيفتين. الوظيفة الأولى هي تعين من هو صحفي من هو مش صحفي، والوظيفة الثانية لهذو الصحفيين تعطي لهم لاكارت بروفيسيونيل بروفيزوار. إلى الشأن السياسي، كشف كمال عبازي رئيس المجموعة البرلمانية لتجمع عمل الجزائر أن المكتب الوطني للحزب صادق على قرار فصل البرلماني أحمد لطيفي بالأغلبية على إثر اعتدائه عليه شخصيا يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدا أن الحادثة لن تؤثر على تماسك الحزب واستقراره. المزيد في ميكروفون مصطفى تومسي. تم تأييد القرار فصل النهائي للنائب المعتدي من الأغلبية، لا أقول ساحقة ولكن تامة، من أعضاء المجلس الوطني. أظن شيء أكيد أن الحزب بخير، الكتلة بخير، النواب حاضرون فعالون، قاموا بمناقشات في المساواة بشهادة الجميع، وقد أتموا المناقشات لأيام وأيام، وكنا نخرج من قبة البرلمان حتى الساعة الثانية يعني العاشرة ليلا ولم يكن هناك أي مشكل. المكتب السياسي مكتب ملتئم. إلى قطاع التجارة، ومع الإعلان عن ارتفاع منتوج الجزائر من اللحوم الحمراء وعدم انعكاس ذلك على الأسعار بأسواق الوطن، كثر الحديث عن السبب في عدم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي واستمرار الاستيراد بنفس الوتيرة. تساؤلات طرحها أحمد محمودي على أصحاب الاختصاص. يقدر الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء خلال السنة الجارية حسب وزارة الفلاحة 450 ألف طن، أي بزيادة قدرها 100,000 طن. ومع ذلك لا تزال الحكومة تلجأ لاستيراد هذه المادة، ما جعل الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين يشكك في صحة أرقام الوزارة. تتحدث على ارتفاع إنتاج تاع مادة معينة تاع الحبوب ولا تاع الحليب ولا تاع اللحوم، وإذا كان هذا ارتفاع تاع الإنتاج موش رح ينعكس، موش رح يؤدي إلى تخفيض الأسعار، وموش رح يؤدي إلى التقليل من اللجوء الاستيراد، إذا يبقى هذا الرقم ما عندنا الحق نشكو فيه. لأن إذا كان فعلا كما تقول وزارة الفلاحة الإنتاج راه يزيد، المفروض الاستيراد ينقص. إذا كان من جهة أنت تقول لي الإنتاج راه يزيد، وأنا نشوف لا حسب الأرقام اللي تمدها مصالح الجمارك وتقول بأن الاستيراد هو راه يزيد، إذا الأرقام نتاعك عندي الحق نشك فيها. القضاء على استيراد اللحوم وتوجيه أموالها نحو دعم مربي الماشية يراه الأخصائيون في القطاع الحل الأنجع لتنظيم سوق اللحوم. عندنا تراب، عندنا جبل، عندنا البحر، عندنا الماء، عندنا توسا سلو طابلو دبور، هذا ملف واحد لازم الحلول تجي على حساب هذا. تدريجيا الاموال اللي رانا نجيبو بها لازم نوزعوها في التنميه. مساحه شاسعه، ثروه حيوانيه ونباتيه معتبره، كلها ظروف متوفره في الجزائر تنتظر من يستغلها احسن استغلال للخروج من شبح الاستيراد الذي فرض نفسه على كل القطاعات. ومع اقتراب شهر رمضان ارتفعت أسعار الخضر في ظل غياب رقابة صارمة تتابع نشاط تجار الجملة وكذلك التجزئة. تقرير نسيم الوافي. تعرف أسعار الخضر هذه الأيام ارتفاعا جنونيا أرجعها تجار الجملة إلى العرض والطلب،
وكذا تأثير الأمطار الأخيرة السلبي على محصول الخضر والفواكه، بالإضافة إلى غياب الرقابة على تجار التجزئة. طماطم 6000، 9000، السلعة ما كاينش، السلعة شكون ناقصها ما تصوي غلا، السلعة شكون رخيصة تصوي هبط. الروفوندور برا اللي راه يبيع هو اللي فرض الراي الشي تاعو، ماشي السوق، السوق خاطي. السوق روح هنايا باغ اكزومبل من الفوق بالك واحد 20 يوم بالك شهر، روح شوف الفاكهه، شوف الخضره، هاو اليوم المشمش هاو هنا 2500. على مراقبه برا ما كاش، لو كان كونترول يدخل يكونترولي لي بري هنايا ويشوف برا تلقى ديفيرونس. تجار التجزئه بدورهم ارجعوا السبب الى تكاليف الشحن والنقل، مما يحتم عليهم بيعها بسعر مرتفع من اجل تحقيق الفائده. ندير البري تاعي ونحطها في المارشي، كان الطلب عليها نزيد السوم، كان الطلب عليها قليل نقص نفس السوم ونبيع. حراك زيد لي الفري تاع المصروف نتاعك هنايا. انا كون نبيع ب 40000 نشتري ب 5000 ونبيع ب 40000 ما خرجنيش. وبين مضاربات تجار الجمله والتجزئه يدفع الثمن المواطن البسيط قبل ايام من الشهر الفضيل. يتزايد عدد الأفارقة النازحين إلى الجزائر بشكل كبير، ليزاحم بذلك المتسولين الجزائريين، هو الأمر الذي أثر على مداخلهم اليومية، خاصة مع تفضيل المحسنين لفئة الأفارقة. هو ما سنكتشفه في تقرير نسيم الوافي. وأنت تتجول في شوارع وأزقة الجزائر العاصمة تصدمك مشاهد المتسولين الأفارقة من مختلف الجنسيات، والمفارقة أن هؤلاء الوافدين الجدد يزاحمون نظراءهم الجزائريين. الغريب في الأمر أن المتسولين الجزائريين في حالة ضيق بسبب تفضيل المحسنين تقديم صدقاتهم للأفارقة. كانوا السوريين، والسوريين بعدوا منا ومنا، كي راه بعد السوريين ولاو الكحاليش، عقبوا يمدوا لهم ليهم في اي حاجه، حوايج دراهم اي حاجه، حبه ولا انا منا ومنا، زعما هما مساكين يغيظوا يعطوهم وانا مش مسكينه. الشارع الجزائري له وجهة نظر خاصة ورواية مغايرة لأسباب تفضيلهم منح إعانات للمتسولين الأفارقة بدل الجزائريين. المد الأفريكان يا أخو، الأفريكان راهو مشرد أو جنب بلاده راهو هارب، أي البلاد تاعو راهي حرب. وأنا ما نقول لك صح، أنا نتلاقى بأفريكان مدلو، نتلاقى بسوري نمدلو، الجزائري ما نمدلوش. للأسبقية يعني للاجئ بعيد، والجزائري راه خونا على كل حال، ويعرف حتى على الأقل الاتجاهات نتاعو. بالمعاونة يعني أنا ثاني جزائري ما خليش، أنا نقدر نعاون جزائري، نفضل جزائري على واحد يطرونجي. مزاحمة النازحين الأفارقة للمتسولين الجزائريين في عقر دارهم تنطبق على المثل الشعبي القائل خبز الدار يأكل البراني. أصبحت أعماق بحارنا مصدراً لتخزين بقايا هائلة من النفايات التي تعد مصدراً رئيسياً لتلوث موانئ الصيد في الجزائر، ما يعود بالسلب على الثروة السمكية. المزيد من التفاصيل في تقرير منى ملك. يخفي طول الشريط الساحلي كميات هائلة من النفايات لا يمكن تخيلها، تؤثر سلبا على الثروة السمكية والبيئية. فريجيدير، إكران تلفزيون، ماشينا لافي، صبنا كل نوع نفايات في هذا الفومارا. هذه الأكوام من النفايات لا تأتي من عدم، وإنما لها مصدر رئيسي يعد منبع تلوثها. الدنيا كاع ترمي لا بوبال تاعها، موا ديسمبر جونفي دي الحمله بزاف، الشتاء قويه بزاف، يهبط هذاك لا بوبال كاع تهبط للبحر. نهار تكون كورو شويه شبكته، انا ما نجيبوش فيهم الحوت، الحوت ما كاش، كاين لا بوبال، بواي تاع الياورت، الحدايد. شوفي البحر يكون زرق، باقي تلقوا الحراش ولا واد الحامش يولي صفر البحر. هذه النفايات البيئية أصبحت تشكل خطرا يهدد حياة الأحياء المائية، ما يتسبب في موتها. كي تنحط لك في لو فون مارين راهو يموتوا كامل الأحياء المائية اللي عايشين تحتها، لا فوني لا فلور اللي هي لو بخومي مايون، هو الأول في السلسلة الغذائية، ولا ما كانش هاد لا فوني لا فلور ما يكونوش الأسماك اللي هما يتغذوا بهاد لا فوني لا فلور. هي مظاهر تسيء بالدرجة الأولى لسلامة الموارد الصيدية، ما ينذر بتهديد الثروة السمكية.
يقصد الكثير من المواطنين ومن مختلف الشرائح في هذه الأيام مختلف المجمعات المائية من سدود ووديان قصد الترفيه عن النفس، وهو ما يعرفه وادي يوسف الواقع بين ولايتي تيارت وسعيدة، أين أصبح هذا المكان مقصد العشرات من الشباب. التفاصيل مع دير بن داود. تعتبر منطقة وادي يوسف من المناطق التي تفصل بين ولايتي تيارت وسعيدة، حيث يقصدها العشرات من الشباب في مثل هذه الأيام، أين تزداد درجة الحرارة من أجل الترويح عن النفس وممارسة مختلف الهوايات كصيد الأسماك. كاين سمك شبوط بكري هذا الوادي منا يمشي منا حتى يوصل حتى سيدي محمد البارج تاع سيدي محمد. ملي كنت نخدم من القرانة في مؤسسة في عمري بالي 17 عام ولا كما كمل الواد، كيكون عندي ويكاند هكا ما يكون خدام ما صار والو جي صايدو كيما هكا ترشقوا بالوقت. هذا الوادي أصبح أيضا مقصدا للسباحة رغم خطورته وتسجيل عدة حوادث مميتة في ظل انعدام مراقبة مثل هذه المواقع ونقص المرافق كالمسابح بالمدن المجاورة. هنا العام اللي فات واحد طع على راسه نحل كامل راسه، يعني ما الناس راه تجي تعوم هنا بزاف الصغار ما عندهمش وين يروحوا، الماء ماهوش نقي وبلاصه ماهيش مليحه مع اللي لا غالب ما عندناش وين نروحوا ما عندنا حتى مسبح. وفي انتظار إيلاء الاهتمام اللازم بمثل هذه المناطق السياحيه بامتياز، يبقى على المسؤولين ضروره توفير مرافق ترفيهيه بها، واكثر من ذلك تجديد المراقبه لتفادي تسجيل حالات الغرق، خاصه ونحن على ابواب فصل الصيف حيث تصبح هذه المناطق مقصد الباحثين عن الترفيه. إلى موضوع تاريخي، لأول مرة في تاريخ بلديات الجزائر قامت بلدية الكاليتوس بالعاصمة بجمع قصص وشهادات لمجاهدين ومقربين من شهداء المنطقة إبان ثورة التحرير المجيدة. يحدث هذا في ظل لامبالاة وزارة المجاهدين لمثل هذه المبادرات التي تثمن تاريخ الجزائر. تقرير ياسين باسي. في مبادرة هي الأولى من نوعها بالجزائر، قامت بلدية الكاليتوس بالعاصمة بجمع شهادات وقصص حية لمجاهدين ومقربين من شهداء كتبت أسماؤهم بأحرف من ذهب في تاريخ المنطقة خلال الحقبة الاستعمارية، أمثال الشهيد طلحة علي زواوي عبد القادر كركرين عكاشة وآخرون. الشرابة اللي قطع طريق ميزون بلانش اللي تحت يسلك، هذه طريق الكارفور هذا نتاع لي كاليتوس دار البيضاء. مطرق الليه ليبر، مطرق اللي أنا محروم. صعبة صغيرة الوقت هذا، ما كان فيها سكانة بزاف، صحيح جيش بزاف، جنود خرجوا منها بزاف، خاطر كانوا كاع ثوار، ما عندنا حتى واحد اللي نشكوا فيه. قصص كفاح ونضال شهداء منطقة الكاليتوس المقدر عددهم ب 105 شهداء، تم ترجمتها في فيلم وثائقي تحت عنوان قصة كفاح وشهداء في الذاكرة. قال لها وليدك قتلناه. واش قالت له زور الكلمة هذيك اللي راك شابي عليها واش من كلمة قالت له يما؟ قالت لهم مات عن شاب مات على دينه. راهم العسكري بيتو عندنا وصاحبته عندنا ماشي مرة ماشي زوج. يديرونا احنا في بيتو يغرقوا وهم قاعدين هنا في السحاب. هذا وتبقى مبادرة بلدية الكاليتوس في تسجيل شهادات مجاهدين عن تاريخ المنطقة تستحق الاستحسان. لكن المستحسن تعميمها على باقي البلديات المقدر ب 1541 بلدية، وبالتالي تعريف الأجيال القادمة بتاريخ الجزائر المجيد، خصوصا أمام تجاهل وزارة المجاهدين لمثل هذه المبادرات. الحمد لله يا ربي من الفضل تاع الله، ورانا دكتورنا حرين مستغلين، ويخاف اللي دارسق الناس هي كانت الثروات تاعنا تاكل فيهم وولادها تقتل فيهم. دوليا، أنهت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية السبت زيارتها الرسمية إلى فرنسا التي استغرقت 3 أيام بالقيام بجولة في سوق باريسي شهير للزهور رفقة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ليتم إعادة تسميته أو تسمية السوق باسمها. تقرير هدى فتوان. على هذه السجادة الحمراء وبالأناقة الفرنسية استقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الملكة إليزابيث الثانية لأول مرة في عهده بقصر الإليزي، وجاءت هذه الزيارة على هامش تواجدها للمشاركة في الذكرى العسكرية بالنورماندي.
عبرت فيها الملكة إليزابيث عن حبها واحترامها لهذا البلد، ولم تأبى أن تغادر قبل أن تزور أماكن تحبها بمدينة الأنوار. هنا في بلدية باريس أين استقبلها المعجبون بالتصفيقات والصور، وكان أول الحاضرين رئيسة البلدية ابنة الأندلس آن هيدالغو، ورافقها الرئيس الفرنسي كذلك، لينتقل الموكب بعدها إلى سوق الورود الذي زارته الملكة أول مرة مع الملك شارل سنة 48-900 ألف، واستقبلت فيه مرة أخرى بالورود الباريسية، كما أهديت لها عدة زهور أيضا. وتم تغيير اسم السوق من سوق الورود إلى سوق الورود الملكة إليزابيث، وقد قامت الملكة شخصيا بتدشين هذه التسمية الجديدة. زيارة انتظرها الفرنسيون والسائحون في باريس لتطل عليهم هذه الملكة التي كانت وما زالت رمزا للأناقة والحياة الملكية. لقناة النهار تي في، هدى فتوان، باريس. إلى المتفرقات الدولية في إطلالة مع خديجة سعد. والبداية من مصر، فقد بدأ الزعماء من مختلف بقاع العالم الوصول استعدادا لمراسم تنصيب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، والمزمع تنظيمها عقب أدائه اليمين الدستوري الأحد، وينوب عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني. إلى أفغانستان، حيث لقي أكثر من 50 شخصا مصرعهم، وفقد أزيد من 100 شخص بسبب موجة أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانزلاقات أرضية ضربت منطقة نائية بشمال أفغانستان، ما اضطر الآلاف للنزوح من أراضيهم تفاديا لخطر الموت، فيما تحاول منظمة الإغاثة تقديم مساعدة للمنكوبين. وختاما بإسبانيا، حيث دعت اليوم عشرات الأحزاب السياسية اليسارية ومنظمات المجتمع المدني إلى مظاهرات جديدة للمطالبة بإجراء استفتاء بشأن مستقبل الملكية. جاء هذا على خلفية تنازل الملك خوان كارلوس عن العرش لابنه في 2 من هذا الشهر، لتبدأ سلسلة من المظاهرات حتى يومنا هذا. ثقافيا، بروز وجوه مغاربية عدة في السينما الفرنسية والأوروبية عموما يعكس فرض هؤلاء لسيطرتهم على صناعة السينما، بالرغم مما يطرح من قضايا عنصرية ومضايقات يتعرض لها الأوروبيون من أصول مغاربية. التفاصيل نتابعها في تقرير كرم تباب. لطالما صور المهاجر المغاربي في السينما الأوروبية والفرنسية على وجه الخصوص على أنه منحرف عنيف ومتخلف، صورة تعكس النظرة السلبية التي يحملها المجتمع الفرنسي عن المهاجرين القادمين من دول شمال إفريقيا، إلا أن البروز اللافت لنجوم من أصول مغاربية ساهم على إحداث تغيير على صعيد الأفكار. في الوقت الذي يتكيف فيه السينمائيون الفرنسيون ذوي الأصول المغاربية مع السينما الفرنسية سيصعدون بقوة في هذا المجال، وهم من سيقترحون صورا معاكسة لتلك الصور النمطية في السينما الاستعمارية. الصورة النمطية السلبية للمهاجر المغاربي في السينما الأوروبية، وإن كانت قد بدأت بالتغير والتوجه نحو الإيجابية، اصطدمت بواقع آخر وهو صورة المسلم الإرهابي. انتقلت الصورة النمطية للمغاربي من صورة المهاجر والعربي إلى صورة المسلم، فبعد أحداث 11 من سبتمبر والأعمال الإرهابية انتقل التخوف من المسلمين إلى الأوروبيين، ما يحتاج إلى طرح حقيقي من أجل القضاء على هذه الأحكام المسبقة وإعطاء صورة إيجابية عن المسلمين. أجيال متتالية من المهاجرين المغاربة عانت من التمييز والعنصرية، إلا أن تطور المجتمع الفرنسي نحو تعدد الثقافات وتغلغل ذوي الأصول المغاربية في نسيج هذا المجتمع ساهم في فرض السينمائيين الفرنسيين من الأصول المغاربية لأنفسهم. بهذا مشاهدينا نصل بكم إلى ختام حصاد الليلة، إليكم تذكير بالعناوين. منتخبنا الوطني في رحلة إلى البرازيل للمشاركة في المونديال، وغلاء المعيشة تنتظر أكثر الخضر في بلاد صنفا. المتسولون الأفارقة يزاحمون فقراء الجزائر في الحصول على الصدقات وينتزعون عطف المحسنين. ارتفاع
ارتفاع أسعار الخضر والفواكه قبل أيام من حلول شهر رمضان وتزايد استيراد اللحوم والحطب مثير للقلق. وتابعتم في الحصاد بحيرة وادي يوسف مقصد شباب تيالة للترفيه عن النفس في عز الصيف. شكرا لكم على طيبة المتابعة والإصغاء. السلام عليكم، إلى اللقاء.